أستاذ تعلمني الأساسي، أنت زي الأب أساسي، عايزين منك كده تركيز، هتأسس جيل قادم تأسيس، يحمي وطننا بدون تدليس، اللي لممنا بدون تمييز، عايزينه يعرف كيف يكون عندما يكبر ويكون مسؤول بعلم صحيح كده في بدايته، والأخلاق أدبها إزاي بها التعامل كيف يكون، والأدب في كل الأمور من البداية وهو صغير، حتى يكون عليها في بدايته يتعامل بيها حتى نهايته، تعامل صح لكل الناس واحترامهم بدون تمييز، ليعيش الكل كده في سلام ومحبة أكيد بدون كلام. بعد هذه في التعليم، عايزين أستاذنا في التعليم زي الفل، عقله خطير، عمله بقوة في التعليم حتى نكون في اطمئنان على أولادنا في التعليم، أهله قادر أو مش قادر، معاه أستاذ فكره حاضر، طالب علم عنده يتيم أو غير ذلك لأي ظروف هيوصل بيه أكيد أستاذنا، وصول تعليم لكل أولادنا، هذا دور عظيم منك، مش عايزين غيره منك، يرفع شأن كل ولادنا لنهضة شاملة أكيد في حياتنا، وبرضو فيها أستاذنا حمايتك عند وصول سن معاش، لأنه جيل علمه منك، خير شر علمك شايلك، خير شر علمك شايلك، فلا تتراجع في أداء دورك، علمهم صح كلنا نرتاح، ويكون ده أحلى نجاح في تعليمنا الأساسي من البداية، خلي كراسي أستاذ تعليمنا الأساسي.